يقول السائل: ما حكم السفر لطلب العلم مع عدم رضا الوالد وولي الأمر؟ هل هو جائز؟ وجزاكم الله. يقول: ما حكم السفر لطلب العلم مع عدم رضا الوالد وولي الأمر؟ وهل هو جائز؟ وجزاكم الله خيرا. لا بد من رضا الوالد وإقناعه. إن كان الوالد بحاجة إلى وجودك معه فلا يجوز لك السفر، بل تبقى لخدمته والقيام بمصالحه. أما إن كان الوالد في غنى عنك وإذا سافرت ما يتضرر، فعليك أن تقنعه وأن تطلب منه المسامحة وتطلب منه الإذن، لأن هذا من احترامه ومن إقناعه وتطيب خاطره. أما إذا رأيت أنه يتأثر أو أنه يغضب عليك فلا تسافر حتى تقنعه بذلك. نعم.